بص يا مصطفى، لو حاجة تعمل بوكس عادي هتعمله من غير أي بارامترز، تروح جاي رافعه كده هو عشان تعمل الحتة دي بس، تجيبها كلها التك هنا هو أو كنترول دبليو ألت دبليو اس ألت كيو ألت دبليو ألت دبليو أو هنا هو، اختار البرسبكتيف فيو بتاعك هنا هو وكبره زي ما أنت عاوز. فأنا هشتغل هنا تمام، أنت مختار المكعب دوت تمام، عايز تغير البارامترز بتاعته أو الأبعاد بتاعته، تيجي هنا في موديفاي تقول له مثلا الطول بتاعه انا عايزه مثلا 300 سم، لو سوري كنترول زد اندو، او ماشي خليه كده هو مثلا، قول مثلا طوله متر ماشي، والويتس بتاعه مثلا 20 سم تمام، والارتفاع بتاعه 300 سم اللي هو متر، انا شغال عندي بالسنتي ماشي. عندك اهو دي الحيطه المبدئيه بتاعتك انت عايز تظبطها، فتكليك يمين عليها كونفرت تو اديتابل بولي تمام، بعدين تختار بوليجون، فجاي مختار هنا مختار السيرفيس ده تمام، فتتك كليك يمين او اكسترود او تنزل تحت هنا هو تحت 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 كده، انا عندي تحت شو ممكن هتلاقي عندك فوق على طول، تقول مثلا والله انا عايز 20 سم، فتقول له شكرا تمام. بعد كده تك اف 4 تمام، هيظهر لك هنا هو سيرفيس جديده تمام، انت تروح جاي ممكن تختارها كده هو على طول، انت لسه مختار هنا هو البوليجون، فهتك كليك يمين هنا هو اكسترود او بنفس الطريقه اللي فاتت، تقول له والله لا انا عايز الاكسترود ده مثلا وليكن مثلا 1.60 متر، فتقول له ماشي، بعدين تقول له صح تمام. فهتيجي هنا هو برضه عايز مثلا تعمل اكسترود تاني عشان تنزل بالحيط، فهتك كليك يمين تقول له اكسترود تاني بس مش مره 1.60 متر، مره عايزه 20 سم، فتروح جاي نازل تحت تقول له اوكي، بعد كده تختار البوليجون اللي تحت عندك هنا اهو، انت حافظ المسافه اللي تحت، تقول له والله تعمل لي اكسترود هنا كذا، كليك يمين اكسترود ماشي، قول له مثلا 3 متر اللي هي 300 سم، فنزل تحت. افرض رجعت في كلامك انا مثلا عايزه 250 سم، هتقول له ماشي، ممكن بقى تروح جاي ماسك البوليجون ده كده ونعمله موف لتحت عادي جدا ماشي، لو انت مش حافظ المسافة يعني تروح جاي منزله تحت، مشغل السناب وتمشي في الزد كده لغاية لما يقف معاك بس خلاص. بس هي دي ببساطة كده فكرة البوليجون. افرض مثلا انت عايز تعمل حاجة زي دي تاني، تاني مختار البوليجون هنا هو، مختار مثلا تقفل السناب بالاس، وتختار مثلا وش زي ده او سيرفس زي ده تمام، فتك مثلا ممكن لو عملت له موف هيتحرك معاه كله، فانت هتعمل له الاول ايه اكسترود تمام، قول له مثلا اكسترود مثلا 2 متر تمام كده، بقى انت ممكن تحرك الشكل ده معاك عادي جدا يعني، طالما ده ايه ده منفصل عنه يعني فماشي. تروح جاي مثلا ايه اعمل له مثلا مثلا عايزين مثلا نشوف اوبشن تاني عليه مثلا، وليكن مثلا البيفل، ايه البيفل ده؟ هو البيفل ده عباره عن اكسترود بس بشكل تاني شويه، راح جاي مطلعه كده مثلا المسافه اللي انت عاوزها، او تدخله المسافه اللي انت عاوزها وتشطفها وتعمله شنفر، مع عباره عن اديت وشنفر اكسترود وشنفر اتنين مع بعض، ممكن الوجه ده خلاص انت كده خلصت البيفل بتاعك، تقول له اكسترود، راح جاي عامل اكسترود تاني وهكذا بقى تمام. فتقول له مثلا ايه اكسترود كده مثلا، او بلاش بيفل، تقول له مثلا اكسترود مثلا عايز اكسترود 10 سم ماشي، فكده اهو افرض انت عايز 10 سم تروح جايبتك زائد، بص براحتك بقى، بس تروح جاي نازل تحت مثلا مختار مثلا وليكن البوليجون دوت، تقول له مثلا كليك يمين اكسترود مثلا، هنقول احنا مش عارفين المسافة 3 متر فنقول له اكسترود مثلا 10 سم تمام. انت عايز تنزل بقى لتحت، هتشغل الاس السناب تكليك يمين عليه، تختار ايه تشيل البيفوت دي وتختار الاند بوينت بس، وتختار الاكس بتاعك اللي هو الزد تمام، فتروح جاي بتك على الزد بس وانت نازل كده، تروح جاي ايه معلم على اقرب نقطه ليك، فانت عامل كده هو خلاص بقى بالنسبه لك عادي. عايز تطفي المربعات دي عشان مضايقاك، تك اف 4 او اف 3 لو عايز تشوفها اوضح يعني، بس لما تيجي تعمل ريندر تك شيفت كيو هيعمل لك ريندر للشكل بتاعك، ممكن بقى تحرك حواليه زي ما انت عاوز، تخش بالزوم ان بالزوم اوت، تطفي السناب بالاس كده يعني بس.